رسالتنا واضحة للحكومة أنه يجب أن تصرف مستحقات الطلاب. الطلاب يعانون في ماليزيا، ماليزيا دولة استثمارية، ماليزيا أصبحت تطالب بشكل مستمر المديونية التي على اليمنيين في الجامعات. ماليزيا تحتاج إلى كثير من الصرفيات، الإنجاب، المواصلات، تدريس الأولاد. كثير من الطلاب اليوم يواجهون صعوبة كبيرة جدا في دفع المبالغ التي تعطى للمدارس التي تدرس أبنائها، وكثير منهم يدرسونهم في المدارس المحلية الماليزية، لا يستطيعون أن يتعلموا العلم العربي وغيره، وفي كثير منهم يدرسونهم المنازل. تقريبا لدينا بالمئات، نقول يا مدرسة هنا يدرس أبناء الطلاب بالمئات منتسبين، لأنهم لا يستطيعون أن يدفعون. اليوم يجب على الحكومة أن تدرك أن المستحقات التي تعطى للطلاب اليمنيين لا تكاد تفي بالتزاماتهم اليومية والشهرية، فكيف تؤخر؟ إذا كانت هذه المستحقات في حد ذاتها لا تفي بالتزاماتنا كطلاب للحياة، حياة كريمة هنا، فكيف تؤخر الشهر والشهرين والثلاثة الأشهر والأربعة الأشهر والخمسة الأشهر؟ كيف سيأكل الطالب؟ كيف سيتنقل؟ كيف سيعيش؟ ونحن في مكان يمنع فيه الطالب أو الطلاب أن يمارسوا أعمال ومهن يستطيعوا من خلالها أن يوجدوا الخطة البديلة لكي يعيشوا. أتمنى أننا قد وصلنا أو وصلنا رسالاتنا كافية إلى رئيس الوزراء، وأنا أقول لك بصراحة رئيس الوزراء لأنه الرأس الأول في الحكومة. ونحن نعتب على رئيس الوزراء الدكتور معين لأنه جاء من الشباب. يعني عندما تولى الدكتور معين رئاسة الوزراء استبشرنا خيرا، لأنه يمثل شأن يعني ويمثل الآن طموحاتنا كشباب، يمثل آماننا، يمثل مستقبلنا. فنتمنى ألا ننصدم بمستقبلنا وألا ننصدم بطموحاتنا المتجسدة في شخصية رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك. وأتمنى أن تصل رسالتي إليه واضح أنك أمامنا في هذا المنصب، ونحن تفاءلنا خيرا بظلومك، ونحن نحسبها كبوة أن نظلت خمسة أشهر في عهدك أو ستة أشهر في عهدك من المستحقات، بل وتأتينا أخبار بأن الدكتور معين يسعى بكل قوة إلى أنه يخفف أو يقلل من الرسوم الدراسية والمستحقات للطلاب المتعاقين، أن يقلل من حصة الطلاب المتعاقين في الموازنة العامة. لا، نحن نمر في منعطف خطير. هذا المنعطف الخطير يجب أن نمر فيه باتجاهين، اتجاه الجبهات والمقاومة واتجاه جبهات العلم والمعرفة. لأنه بعد فترة من الفترات ستنتهي الحرب، ثم ماذا بعد الحرب؟ لا بد من اعداد الخطة من الآن بعد الحرب، أن تسلم المؤسسات والمراكز لهؤلاء الطلاب المتعاقين الذين أخذوا العلم والمعرفة والتحصيل العلمي يعودوا ليبنوا الوطن. فهذه رسالتنا واضحة للدكتور معين عبد الملك، ونقول له مرة أخرى نحسبك قوة ونتمنى ألا تعود في عهدك. نتمنى هؤلاء الشباب الذين جئت منهم ومن بين ظهرانيهم ألا يعني يجوعوا في عهدك، وأن لا تنقطع الرسوم الدراسية عنهم في عهدك، وأن تكون في يوم من الأيام طالب مبتعث، وكنت تحس بمعاناة هؤلاء الطلاب. ثم رسالتنا الأخيرة هي إلى رئيس الجمهورية الرئيس عبد الرحمن منصور هادي. يعني سأقول له مع أن الطلاب معك في استعادة الدولة كل شبر في الأراضي اليمنية، لكننا نطالبك بحقوقنا، ونقول لك إن مصدر قوتك عندنا هي أن تعطينا حقوقنا كاملة من غير نقص، وإن التمادي في اللعب والمماطلة بحقوق الطلاب المبتعثين قد يجرنا إلى التصعيد الغير السوي تجاه الحكومة اليمنية. نتمنى أن تصل رسالتنا كاملة من غير نقص لهؤلاء المسؤولين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يعيننا وأن يعين إلينا بلدنا الحبيب، وأن يجعل أن يأمن.